الله. بص يا جماعة، الله. أنا والأستاذ جورج وصوف. دي إيه قصة الصورة دي؟ فروحت له عاد الفندق، كان طلب إن هو يقابلني، ورحت له الفندق وقعدت مستني، يعني مستني لغاية ما يجهز وكده ويلبس وكده، فترة كبيرة قوي. فأنا زهقت الفترة دي، قعدت ساعة مثلا، فأنا ساعة كده وزهقت. أنا والأستاذ محمود موسى كان هو اللي كلمني، المنتج المنتج غير طبعا. فكانت ريلاكس ان، شركه ريلاكس ان اللبنانيه، عملت كل الروائع لرغبه علامه استاذ محمود ربنا يديله الصحه حبيبي واخويا. فقال لي عصام تعالى، الاستاذ جورج عايز يسمع اغاني وكده. واخدت العود ورحت، فقعدت كتير قوي. فقلت له استاذ لا انا زهقت من القعده، وانا السلام عليكم وانا تمام ومشيت. انت استنى بس عند، قلت له والله ما انا قاعد، السلام عليكم، ورحت ماشي. انا عصام كاريكا يا جدع، ما قلتش انا عصام كاريكا، بس حسيت ان انا الحته النوبيه دي طلعت، احنا مش شايلين لك في بيتك، تسيبني ساعه بره. انا عملتها مع احد النجوم، كان قاعد فوق وانا قعدت تحت كده نص ساعه. انا وهسيبه ماشي، معمول منزل لي. انا طبعا استاذنت، قلت له طب اما هو يجهز وكده. المهم يعني مشيت وزعلت. يعني بعد سنتين بالظبط، هو شافني في مكان في بيروت، وكان عيد ميلادي. وانت بلدك التاني بيروت دي؟ كان عيد ميلادي، وعاملين لي عاملين لي عيد ميلادي في المكان. فهو طلب من الناس ان انا اروح له، يعني هو كان موجود في نفس المكان. فقالوا شهر خمسة 13/5. شفت انا عامل ازاي؟ قالوا لي الاستاذ جورج عايز يكلمك يعني. فروحت رايح طبعا يعني في بلده، جورج وصوف يعني حاجه كبيره. فلقيته بيقول لي انت لسه زعلان؟ انت قلبك ابيض. قلت له لا يا ريس، بس زعلان من ايه؟ انت نسيت اصلا. زعلان من ايه؟ قال لي اما ساعه اما كنا قلت له قلت له والله ابدا يا ريس، ده نسيت. قال لي طب عيد ميلادك؟ فقال لي هعمله لك النهارده عندي في البيت. قلت له النهارده يا ريس الساعه 3. قال لي مفيش، انا عايز يصالحك. مش عايز يصالحني، يعني هو يعني بيحبني وبيحب، هو فنان كبير، فيحب اللي عنده فن، اللي يعني كلام. المهم قلت له ماشي يا ريس. خلصنا السهره واحنا راكبين بتاع 7 عربيات كده مثلا، هو والناس اللي معاه وانا والناس اللي معايا وصديقي هادي الحجار، وطلعنا عنده في البيت. قعدنا بقى يعادل من الساعه 4-5 كده لغايه الساعه 11 الظهر بنعزف ونغني و كرم